الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. قال: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إلي منه، أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. هذا الحديث كما قال المصنف رحمه الله فيه جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إلى هذا المال. فما جاءك من هذا المال من غير تطلع من نفسك إلى هذا المال ومن غير طلب لهذا المال فخذه، ثم إذا أخذت هذا المال أنت بالخيار، إما أن تأكله يعني تصرفه في مصالحك، وإما أن تتصدق به. فعمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من المال، فيقول عمر من باب الرحمة والشفقة والأخوة الإيمانية يقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، يعني أعطه من هو أحوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه، يعني خذ هذا المال، خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. إذن بأمرين: الأمر الأول أن لا يكون النفس فيها تطلع إلى هذا المال، والأمر الثاني أن يكون غير سؤال. فإذا جاءك فخذه، ثم قال له: فخذه فتموله، يعني اجعله مالا لك، إن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إذا لم يكن هذا المال جاءك من غير إشراف أو مسألة فلا تتبعه نفسك، أما إذا جاء بإشراف يعني بتطلع نفس أو بسؤال فلا تأخذه، لأنه لا يبارك فيه كما مر علينا في الحديث السابقة. قال: باب الحث على الأكل من عمل اليد والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذه الآية فيها الحث على العمل وعلى التكسب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وابتغوا من فضل الله. وهذه الآية تدل على أن الإنسان يذهب ويبيع ويشتري ويتكسب حتى يكف نفسه عن سؤال الناس. قال: وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، هو جمع حبل، ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. وهذا الباب تدل الحديث على مثر جمله المصنف رحمه الله تعالى، وهو باب الحث على الأكل من عمل اليد،
والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. يعني الإنسان إذا عمل وتكسب فإنه يكف وجهه من أن يسأل الناس وأن يتعرض لهم من أجل أن يعطوه، وهذا لا شك يدل على الحث على التكسب ولو كانت هذه المهن يسيرة، كأن يذهب يعمل نجاراً، يعمل حداداً، يأخذ حزم من حطب يحتطبها ثم يبيعها، كل هذا مرغب فيه في الشريعة. بل الإنسان قد يؤجر عليه إذا كان نيته عدم التعرض للسؤال ومن أجل إعفاف النفس وأيضاً النفق على العيال، فكل هذا يؤجر عليه المرء إن احتسبه عند الله سبحانه وتعالى. وما يستفاد من هذه الأحاديث أن خير الأعمال ما كان من عمل اليد ومن كسب اليد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وهذا فيه حث على عمل اليد، أنك تعمل بنفسك وتأخذ هذا المال بكد يدك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وكان داود عليه الصلاة والسلام كان حدادا، وقال صلى الله عليه وسلم عن زكريا كان نجارا. وهنا نستفيد فائدة مهمة، أن هذه المهن ليست معيبة، وأن عيب هذه المهن ما جاءت إلا من الجهل، لأن عيب هذه المهن في الحقيقة هو عيب للأنبياء. فلو كانت هذه المهن عيبا لم يعملها أنبياء الله، ولصان الله عز وجل أنبياءه عن العمل في هذه المهن. فداود كان حدادا وزكريا كان نجارا، فلو كانت الحدادة والنجارة عيبا ما فعلها نبي من أنبياء الله، فهم منزهون عن العيب وعما يعيبهم وعما ينتقصهم. فدل على أن الأمر خطير، وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه خاصة في مثل هذه الأمور، لأن الآن الدارج عند الناس أنهم يعيبون من يعملون هذه المهن، ولا شك أن هذا خطأ توارثه الناس جيلا بعد جيل. وإلا فإن الأصل أنه لا عيب فيها، وأنه من عمل اليد الذي هو من خير الأعمال وأفضل المكاسب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.